طبعا كافي، ولو ما رفعت هذا الاستجواب وقدمته يوم الاحد لكان لفاجأت الحكومه الشارع، وليس استجواب يفاجئ الحكومه، لفاجأ الحكومه، لفاجأت الحكومه الشارع الكويتي وضامن سلومه بهذا الرفع. يعني الاستجواب هو اللي وقفهم؟ طبعا، وانا اتحداها الحكومه اذا قالت لا، لو ما قدمت يوم الاحد كان رفع الدعومات يوم الاثنين.